السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. المجلس الدستوري في موريتانيا يقر نتائج الاستفتاء الشعبي ويقول إن الطعون المقدمة أمامه تفتقد الأدلة المقنعة. رئيس إيرا يعلن الترشح للانتخابات الرئاسية 2019 ويقول إنه لن يناقش المرشح الموحد مع أي أحد. وكيل الجمهورية ببوركينا فاسو تؤكد أن منفذي هجوم العاصمة كانا شابين أسود البشرة وقد قدما من أجل الموت. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أقر المجلس الدستوري في نواكشوط نتائج الاستفتاء الدستوري المقدمة له قبل أيام من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وأكد رئيس المجلس صغير المبارك خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن المجلس رفض الطعون المقدمة أمامه لعدم استنادها على أدلة مقنعة. وبعد الاطلاع على المحاضر المركزية لتصويت الدوائر الانتخابية المقدمة من طرف القضاة الممثلين للمجلس الدستوري في عملية الاستفتاء على مستوى كل دائرة انتخابية وتدقيقها وتمحيصها ومقارنتها بالنتائج التي وردت من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبعد الاستماع إلى المقرر وبعد المداولة طبقا للقانون وبعد مراعاة ما تجيب مراعاته فإن المجلس الدستوري يقرر. المادة الأولى رفض طلبات السادة مريم ديلول سيقة وجاه الأدهم إبراهيم جل مبارك حماد الزين العابدين الشيخ المصطفى ومحمد يحيى ومحمد يوسف لعدم تأسيسها. أعلن رئيس مبادرة انبعاث الحركة لانعتاقية رابرام العبيد خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة نواكشوط الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها عام 2019، وقال العبيد إنه لن يناقش فكرة المرشح الموحد، مضيفا أنه إذا اتحد الجميع على مرشح موحد فإنه سيشارك ضده، وأكد بيرام أن تنسيقه مع قوى المعارضة لا يعني أنهم متفقون على كل شيء. هو ما يلا يتوقف لا التنسيق المستمر الحثيث إياك والعبد العزيز يوخو عن موريتان 2019. وانا خالك شفت قلتو انا ما خادع، هو المترشح بيران ولداو العبي المترشح مائرة مترشح بيران ولداو العبي. اكدت وكيل الجمهورية ببوركينا فاسو مايزا سيريمي خلال مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة واغادوغو ان منفذي الهجوم على مقهى ومطعم عزيز اسطنبول كان شابين اسود البشرة وقد قدما للمعركة من أجل الموت. أضافت مايزا أن منفذي الهجوم قدما إلى مسرح الجريمة على متن دراجتين ناريتين وأن كل منهما كان يحمل معه سلاح كلاشينكوف، وقد تم العثور في عين المكان على شواحن فارغة وأخرى لما تستعمل بعد. هاجم مسلحون مجهولون مقرا تابعا لقوات حفظ السلام الأممية في مالي بمدينة تومبوكتو شمالي البلاد وفي مدينة دوينتزا شمال شرقي العاصمة باماكو. تعرض مقر آخر تابع للقوات الأممية لهجوم أصيب خلاله جنديان بجروح. وتأتي هذه الأحداث المتزامنة في وقت أعلنت فيه القوات الأممية عن بدئها التحقيق في مقابر جماعية عثرت عليها شمالي البلاد. المزيد في هذا التقرير. تعرض مقر المينيسما بتمبكتو لهجوم عنيف زوال الاثنين، وحسب ما أعلنت عنه بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، فإن مسلحين هاجموا إحدى قواعدها في مدينة تمبكتو بشمال البلاد
فيما قالت البعثة إنها أرسلت قوة للرد السريع تدعمها طائرات هليكوبتر إلى موقع الهجوم. وقالت المتحدثة باسم قوات حفظ السلام الدولية في مالي راديا عاشوري: شن رجال مجهولون بمدافع رشاشة هجوما على أحد معسكراتنا في تمبكتو. ووفقا لوكالة فرانس بريس نقلا عن مصادر محلية، فإن المسلحين يشتبه في كونهم جهاديون قاموا بالهجوم من أعلى الهضبة المطلة على القاعدة. وتابع المصدر قائلا: إن القوات المالية اشتبكت مع المهاجمين الذين قتل منهم 2، وهو ما يجعل حصيلة القتلى 4 أشخاص، 2 منهم من المهاجمين. وأشار مصدر في الجيش المالي إلى إرسال تعزيزات لبسط السيطرة على المكان وتوفير الأمن في المدينة. وتشهد مالي في السنوات الأخيرة حالات متكررة لهجوم الجماعات المسلحة، كان آخرها الهجوم على منتجع كانغابا السياحي شرقي باماكو في حزيران يوليو 2017. وتأتي هذه الهجمات في سياق سياسي تعرف فيه دولة مالي أعلى مستويات الاضطراب السياسي في القسم الجنوبي من البلاد، بينما تعرف حربا أهلية مستمرة منذ 5 سنوات في الشمال والوسط. ونبقى في مالي، حيث لوحت تنسيقية لا تلمس دستوري بالدخول في عصيان مدني إذا لم يلغي الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا مشروع التعديل الدستوري في أجل أقصاه 15 أغسطس الجاري عند منتصف الليل. وقالت التنسيقية في رسالة بعثت بها للرئيس المالي إن مشروع التعديل الدستوري لا يشكل أولوية بالنسبة للشعب المالي. نستمع لتعليق الخبير في شؤون غرب إفريقيا إسماعيل للشيخ سيديا من العاصمة السنغالية داكار. الرئيس بوبكر كيتا، معظم المراقبين يرون أنه لن يترشح لمأمورية ثانية، ولكنه يعد العدة لجيل من رجال الدولة ممن رافقوه طيلة مسيرته، منهم وزراء أوائل سابقون في عهده، ومنهم وزراء دفاع وداخلية في عهده، وهو يريد أن يكون حزبه الأقوى وأن يخرج بالاستفتاء الدستوري بشكل مشرف ومعين على الاستمرار بالحكم. ولذلك المدد الشعبي له ليس بالضرورة قويا، فنحن في دول الساحل نفتقد لاستطلاعات للرأي تعكس بشكل تقريبي ميزان القوى في بلداننا، في حين أن هذا الميزان يتحول عند كل شروق بسبب الفقر. وقال وللشيخ سيديا إن المعارضة المالية لا تمانع في التعديل الدستوري، وإن الجدل القائم يتعلق بإحدى مواد الدستور التي تقول بعدم إمكانية إجراء الاستفتاء في ظل احتلال جزء من البلد، وهو ما ترفضه الأغلبية الداعمة لنظام كيتا وتقول إن البلد ليس محتلا. الحقيقة أن المعارضة المالية لا تمانع في التعديل الدستوري، بل تعتبره ظاهرة صحية بحسب معظم التصريحات قادة المعارضة الذين التقاهم الرئيس بوبكر كيتا، بمن فيهم سمايل السيسي زعيم الكتلة البرلمانية المعارضة وزعيم مؤسسة المعارضة. لكن المشكلة في فهم المادة 118 التي تقول بأن البلد إذا كان جزء منه محتلا لا يمكن أن يجرى فيه استفتاء، وهذا يعني ما عبرت عنه الأغلبية الرئاسية بالباطل، لأن الحوزة الترابية المالية لم تشبها شائبة، لأن القبعات الزرقاء جاءوا بموافقة من الحكومة المالية، ولأن الشمال مالي لم يعد منفصلا ولم يعد محتلا. صحيح أن الوضع لم يستقر بشكل كلي فيه، ولكنه يعني ما زال، لكن العالم المالي ما زال يرفرف على جميع التراب الوطني المالي. وأضاف وللشيخ سيديا أن منح كيتا مهلة لإلغاء التعديل الدستوري سيكون له ما بعده،
وأن ذلك يعتبر تفعيلا للمادة 121 التي يعتبرها الدستوريون الماليون ضوءا أحمر أمام الدكتاتوريات في البلاد. من الواضح أن تنسيقية لا تلمس دستوري في مالي قادت عدة مسيرات وحملت اللون الأحمر وشارك فيها طيب واسع، ليس فقط الأحزاب ولا زعامة مؤسسة زعيم المعارضة التي رأسها إسماعيل السيسي، وإنما أيضا المنظمات المجتمع المدني خصوصا منظمات النساء والتيارات الطلابية. هذا القرار بإعطاء مهلة حتى 15 من الشهر الجاري للرئيس بابكر كيتا للعدول عن مراجعته الدستورية، هو تفعيل للمادة 121 من الدستور المالي التي ظل الدستوريون يعتبرونها قنبلة موقوتة، ويعتبرونها أيضا ضوءا أحمر أمام الدكتاتوريات، بدءا بموسى تراوري الذي كان منتخبا سنة 1979 واستمر في الحكم بشكل أقرب إلى الملكية، وهو ما قاد الديمقراطية المالية إلى الموت. أدان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة في بيان صادر عنهما وصفه قمع المواطنين والتنكيل بهم، داعيا إلى احترام المساطر القانونية، واتهم المنتدى النظام بقمع وقفة سلمية نظمتها أسرة عضو مجلس الشيوخ الموريتاني محمد الغدة وبعض مناصريه للمطالبة بالإفراج عنه. نتابع. ندد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض بقمع النظام للمواطنين والتنكيل بهم واختطافهم دون مراعاة لمكانة أو حصانة أو أي احترام لمصطلح القانون أو إجراءاته وفق تعبير البيان. وأضاف المنتدى في بيان له الاثنين أن ما قام به النظام من قمع وحشي لوقفة سلمية نظمتها أسرة الشيخ محمد الغدة وبعض زملائه ومناصريه كانت انتكاسة أخلاقية وفق البيان. واعتبر المنتدى أن الدولة أصبحت دولة البوليس في أوضح تجلياتها، حيث تحكمها شرذمة تتلاعب بمصائر البلاد والعباد وفق وصف البيان. إلى ذلك طالبت لجنة متابعة الأزمة بمجلس الشيوخ الاثنين وزير الداخلية واللامركزية بالقيام بكل ما يلزم من أجل العثور على الشيخ المختطف ومعرفة ملابسات اختطافه والجهة التي قامت بذلك وإعادته إلى ذويه. وقالت اللجنة إنها عقدت اجتماعا بنواكشوط لتدارس قضية اختطاف الشيخ محمد الغدة من منزله، مؤكدة أنها في حالة انعقاد في انتظار نتائج التحقيقات. وكان محامي السناتور محمد الغدة قد كشف في نقطة صحفية بنواكشوط أن النيابة أكدت له أن لا علم لديها باعتقال الغدة الذي تم في الساعة 11 بمنزل الرجل وسط العاصمة نواكشوط بواسطة عناصر مدنية من الأمن السياسي، ويأتي اعتقاله بناء على خلفية نشره لمقابلة مع عسكري يفند فيها الرواية الرسمية لحادثة إطلاق النار على سيارة يستغلها الرئيس، ويقدم قرائن تؤشر إلى فبركة تمت فيما يخص ما بات يعرف بالرصاصة الصديقة. نظمت بالعاصمة نواكشوط ورشة تكوين في مجال طوارئ الصحة العمومية لصالح عناصر فرق التدخل السريع على المستوى الجهوي، استفادت منها فرق التدخل بأربع ولايات. ويشمل التكوين على مدى 5 أيام مجالات رئيسية من بينها التكفل بحالات الرقابة الوبائية والنظافة إضافة إلى الاتصال. نتابع. المركز الوطني لعمليات الطوارئ في الصحة العمومية التابع لوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ينظم ورشة تكوينية في مجال طوارئ الصحة العمومية لصالح عناصر فرق التدخل السريع على المستوى الجهوي في مجالات التكفل بحالات الرقابة الوبائية والنظافة والتعقيم والاتصال. وتضم هذه الفرق بالإضافة لأطباء والممرضين عناصر من الصحة الحيوانية لما تمثله الأمراض الحيوانية من خطر على الصحة البشرية، وما يكتسبه التعاون بين هذين القطاعين من أهمية في مقاربة صحة واحدة. أيها السادة والسيدات، إن قطاعنا والتزام بمقتضيات النظام الصحي الدولي. هذا وتقول وزارة الصحة إنها أنشأت المركز الوطني لعمليات الطوارئ في الصحة العمومية التزاما بمقتضيات النظام الصحي الدولي،
وتستفيد من هذا التكوين 4 ولايات هي البراكنة والترارسة والعصابة والحوض الغربي، على أن تعمم هذه التكوينات على باقي الولايات لاحقا. من طرف مركز الوطني طوارئ الصحة العمومية وتشمل 4 ولايات، تكون فرقها بميادين متعددة، منها تكفل بالحالات الرقابة الوبائية، التعقيم والنظافة، الاتصال، وسينضم إلى هذه الفرق ممثلين عن الصحة الحيوانية لما لها من أهمية وتشابك مع الصحة البشرية. ويستفيد من التكوين على مدى 5 أيام عناصر فرق التدخل السريع على المستوى الجهوي، وسيتلقون عروضا ومحاضرات وتمارين عملية. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها. المجلس الدستوري في موريتانيا يقر نتائج الاستفتاء الشعبي ويقول إن الطعون المقدمة أمامه تفتقد الأدلة المقنعة. رئيس إيرا يعلن الترشح للانتخابات الرئاسية 2019 ويقول إنه لن يناقش المرشح الموحد مع أي أحد. وكيل الجمهورية ببوركينا فاسو تؤكد أن منفذي هجوم العاصمة كانا شابين أسود البشرة وقد قدما من أجل الموت. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرتي على الشاشة. 6:30 تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، وتناقش موضوع المشهد السياسي الموريتاني ما بعد الاستفتاء الدستوري. 9 نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. دمتم في أمان الله.